في الحرب العالمية الثانية، الحكومة الفرنسية تاع الماريشال بيتان تحالفت مع هتلر، ولات هكذا الجزائر تحت حكم النازي الفرنسي. شمال افريقيا كانت بلاصة استراتيجية، على بها الامريكان والانجليز حبوا يدوها للالمان، اما لوجدوا عملية عسكرية سرية واسمها اوبيراسيون تورش، عملية المشعل. هاد العملية وجدوها سريا في الجزائر. الضباط الامريكانيين كانوا لازم يتلاقاو بالضباط الفرنسيين اللي كانوا حابين يديروا انقلاب عسكري على النازيين. مالا في ليلة 19 أكتوبر 1942 طلع الجنرال ماجور مارك وين كلارك في غواصة ودخل سريا في جوية شرشال. التم تلاقى بالجنرال الفرنسي شارل ماست وتفهموا باش يطيحوا الحكم الفرنسي النازي من شمال افريقيا. وعشرين يوم من بعد في ليلة 8 نوفمبر 1942 بدأت لوبيراسيون تورش ما بين المروك، وهران، بجاية وألجي. وفي العاصمة نادوا السكان من رقاد من قوة لبومباردمون، وشافوا المئات من السفن العسكرية مستفة في البحر وطيارات فوق ريسانهم. شعلوا الراديو وسمعوا بلي الماريكان والانجليز جاو يحررهم من الالمان. وزيد الماريكانيين وزعوا من الطيارات الالاف من هذا المنشور، وين كان فيه خطاب تاع الرئيس الماريكاني اللي خبر السكان بدخولهم. بعد مرور يومين من لي بومباردمون، الماريكان والانجليز ربحوا وطيحوا الحكم الفرنسي النازي. وهكذا ألجي ولات عاصمة الحرب العالمية الثانية، منين الحلفاء حاربوا القوات النازية في تونس، ليبيا وإيطاليا. في هذه الحرب ضد هتلر تجندوا أكثر من 134 ألف جزائري، منهم قيادة ثورة التحرير الوطني كما محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد، كريم بالقاسم وأحمد بن بلة، اللي تعلموا هكذا فن الحرب والاستراتيجية اللي استعملوهم من بعد ضد الاستعمار الفرنسي. وتبقى بلادنا مسقية بدم الشهداء، الله يرحمهم كامل كما راهم في ديك الرقدة. ومنحكي على الزمان تلقاو معنا المنفعة والفايدة.